بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان المسلسلان الاجملان على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فمرحبا بكم احبتي المشاهدين الكرام ونحن مع هذه الحلقه المتجدده مع حضراتكم عبر برنامج المفتاح وضيفنا في هذه الحلقه وكما استضفناه في الحلقات السابقه فضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور داود صالح السبعاوي حياكم الله شيخنا الكريم أهلا ومرحبا بكم ونحن نصل مع جنابكم الكريم إلى نهاية سلسلة الوقفات والتأملات مع القصص الواردة في سورة الكهف ومع قصة ذي القرنين بداية شيخنا الكريم ما هذه القصة ما هي القصة التي تتحدث عن ذي القرنين ما الملامح العامه في هذه القصه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وبعد نشكر الشيخ محمد على هذا اللقاء المبارك ونسال الله تعالى ان ينفعنا والمشاهدين بهذه السورة المباركه اللهم امين قصه ذي القرنين هي القصه الرابعه والتي هي سلسله في الاهداف التي تحققها السوره نعم وتحكي لنا عن ملك اه وجد بين سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام وبين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وجد ملك صالح وحكم الناس بالعدل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نعم وإعانه من الله عز وجل وبعض الكتب تذكر ان ذا القرنين هو ملي هو نفسه الاسكندر المقدوني نعم لكن هذا لا يؤثر شيء في القصه يعني الوقوف على هذا الامر كما اتفقنا في حلقات سابقه كما اتفقنا قديما نعم يعني سواء كان الاسكندر او غيره ولا يؤثر في القصه نعم العبره والمغزى وكذلك الازمنه والامكنه لا تؤثر في القصه جميل نعم بعثه الله سبحانه وتعالى نقول او مكنه الله عز وجل اي اعطاه اسباب القوه نعم يسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكره اذا هو سؤال قدم للنبي صلى الله عليه وسلم اختبارا من اليهود نعم ماذا تعرف عن هذا الشخص فانتظر فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه القصة يعني هل ذو القرنين مذكور عندهم؟ الظاهر أنه مذكور عندهم ولهذا, ولهذا بدأ السؤال أن يختبروه نعم نعم يسألونك عن ذي القرنين جاء الجواب قل سأتلو عليكم منه ذكرى نعم إذا الأول ذكرى يعني ليست للتسلي وليست للجدل جميل وليست لمعرفة التاريخ فحسب وإنما فيها عبرة ذكرى عبرة إذن كل القصص القرآني كله فيه عبر ولهذا في التعامل مع القصص القرآني أن نأخذه للعبرة لا نعم أن نقف على بعض الأمور نجادل فيها نعم سأتلو عليكم منه ذكرى ما هو الذكر؟ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا بالطبع هنا تقديم إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ هنا أيضا وقفة نعم أن الممكن هو الله سبحانه وتعالى أمنت بالله وسنأتي إليها إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أي أسباب القوة نعم فأتبع سببا أي أخذ بهذه الأسباب, الأسباب وسار بها نعم, نعم فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً نعم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة ثنائية هكذا يعني يعني الله سبحانه وتعالى خيره <applause> أي عندما أصبح في مغرب الأرض وجدها تغرب في عين حميئة يعني يقول العين الحميئة يعني كأنها هنالك مستنقعات قرب هذا الماء والآن الذي يكون قرب البحر وينظر إلى الشمس يظن أنها تغرب في البحر نفسه فالذين قرب المستنقعات يظنون أنها أيضاً تغرب وتنزل في المستنقعات، لكن هي لا تنزل لا في الماء ولا في المستنقعات، هي خلف هذا الشيء. فإذا هذه هي العين. اي نعم. الحمية. نعم. نعم. نعم, نعم يعني المستنقعات التي هي قريبة من الماء. نعم. نعم يعني ووجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني اناس معزولون. نعم. لا يعرفون لغة الاخرين ولا يتعاملون مع. يعيشون معهم حياتهم الخاصة. هكذا. ولهذا يعني في التفسير يذكر بأنه. ذو القرنين يعني وجد صعوبه كبيره في التفاهم معهم يعني لانهم ليسوا مفتوحين على العالم نعم اذا ادراك اللغه ومعرفتها يعني ضابط مهم في التعامل والتفاهم لا شك مع لا البشر شك ولهذا الا بلسان قومه وما نعم ارسلنا من رسول الا بلسان قومه كانما هكذا القران يعني وحده متكامله, وحدة متكاملة عندما يعني تجمع بين الايات ستفهم تلك المعاني في القران الكريم فمن هذا المرور السريع بانه هؤلاء الذين هم في مغرب الارض لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا الى اخره. يعني لماذا طلبوا هذا الطلب شيخنا الكريم؟ سناتي ان شاء الله اليه عندما جميل ثم بعد ذلك ذهب الى مغرب الى مشرق الارض نعم آه ثم سار بعد ذلك لا يكادون يقون قوله قال يا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببه اي سار ايضا اخذ بالاسباب حتى اذا بلغ مطلع الشمس اذا ايضا سار بعد قصته مع, مع المغرب الشمس إيه سار إلى مطلع الشمس نعم. ثم أتبع سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها, دونها سترا أي أنهم مكشوفون على الشمس يعني لا ديار لهم تأويهم ولا حيطان تظلهم من الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة أي الله سبحانه وتعالى أعلم بكل حاله وبكل ما أوتي من قوة ثم أتبع سببه أي سار بعد ذلك حتى إذا بلغ بين السدين وجد نعم من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قوله نعم هنا هاي بين السدين أي بين الجبلين نعم، إذا المقصود بين, بين الجبلين بين الجبلين، إذا يعني الآن ذهب ذو القرنين إلى مغرب الأرض ثم سار إلى مشرق الأرض بما مكنه الله من قوة، ثم جاء إلى هذا المكان الذي هو بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض نعم يعني هم كان هنالك أناس بعد الجبلين يغيرون عليهم كل فترة ويؤذونهم ويأخذون أموالهم ويعتدون عليهم وكأنهم الآن وجدوا في ذي القرنين المخلص الملك الناصر والملك العادل والذي يقيهم من هذه من هذا الفساد نعم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني مالا وأجرة نعم فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة يعني تخلصنا من هذا الأذى ومن هذا الفساد وكيف تمنحهم من أذانا نعم, نعم. وهذا هذا أيضا سنأتي إليه يعني ذو القرنين هو يأجوج ومأجوج يعني هم نموذج للجماعات المؤذية في كل زمان ومكان إذا هذا النموذج نموذج ويقاس عليه ويقاس عليه في كل زمان ومكان أن نجعل خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قال ما مكنني فيه ربي خير رجع الى ان مكننا له قال لي الله عز وجل يعطيني خير وما محتاج ان اخذ من عندكم اجره نعم قال ما مكنني فيه ربي ربي خير خير يعني اللي اعطاني واللي تفضل علي انا ما محتاج اخذ منكم اجره نعم لكن اريد ان تعينوني على ذلك فاعينوني بقوه كأنما تأسيس الحالة الاجتماعية هكذا آه يعني انظروا هذا هو أيضا من صفات الملك الصالح أنه يعني يجعل المجتمع يعمل ويشتغل لا يعطيهم أموال بدون عمل نعم فأعينوني بقوة وهذا تفجير للطاقات فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة نعم الردم هو الشيء الذي يوضع شيء فوق شيء حتى يكون سدا نعم نعم آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد قال اجمعوا لي قطع من الحديد استفادة من المواد الأولية هكذا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي المرتفعين من الجبل نعم إيه يعني بحيث كوم الحديد إلى أنه صار بين الجبلين نسد المكان قال آتوني اف أفرغ عليه قطرة أي النحاس المذاب نعم إيه حتى إذا بلغ بين حتى يعني هنا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أي يظهروه, اي يظهروه وما استطاعوا له نقبه نعم وهذا ايضا فيها دلاله اذا عندما بنى هذا الامر ووضع الحديد قطع الحديد وجاء بالنحاس المذاب وعاونوه قال انفخوا قال اتوني يعني نعم كلفهم باعمال كأنما عمليه جماعيه عمل, عمل جماعي ما قال وقد فقط وحدي ان اعمل نعم لا لا اتوني افرغ عليه قطره انفخوا كله يعني كلفهم بالعمل نعم, نعم وكانت النتيجة أن هذا العمل كان ناجحا ولهذا آتى أكله وآتى نتيجته بدليل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة هذه ثمرة تلاقح العقول آه وتشارك الأيدي والإخلاص في العمل نعم يعني انظر هذا عندما صرف حديد وصرف نحاس وصرف جهد كانت هنالك نتيجه. نعم. فهؤلاء يجوز وما يجوج بعد هذا لم يستطيعوا لا ان ينقبوا السد من الاسفل ولا ان يستطيعوا ان يعلو عليه لانه املس. نعم. املس لانه من الحديد, الحديد الرصاص ثم الرصاص ثم مذاب عليه النحاس. النحاس مذاب على الحديد فيكون املس نعم فلا يستطيعوا الصعود عليه. نعم. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه آه ثم بعد ذلك بعد ان تفضل الله سبحانه وتعالى عليه اشقال ما قال هذا يعني من فضلي ولا قال من قوتي قال هذا آه رحمه من ربي نعم هذا ايضا اوكل يعني الامر الى اوكل الامر الى الله وارجع الفضل الى الله لم يغتر كقارون نعم قال انما اوتيته على علم عندي نعم قارون آه اغتر كان مغترًا فقال إنما أوتيته على علم عندي فالملك الصالح لا لم يغتر في ذلك وإن هذا رحمة من ربي وعندما يعني رأى قوة أعطاها الله عز وجل له لم ينسى قوة الله سبحانه وتعالى آمنت بالله فإذا جاء وعد ربي جعله, جعله دكا دكاء جعله وكان وعد ربي يعني إذا عندما إنسان عنده شيء من القوة عليه أن لا ينسى قوة الله سبحانه وتعالى, جميل وتعالى اذا شيخنا بعد هذه اللمحه العامه عن القصه وتفاصيلها واحداثها على وجه الايجاز نقول ما هو الهدف المبتغى المرجو من هذه القصه كما قلنا يعني في بدايه القصص بانه كل قصه من قصص سوره الكهف هي تريد ان توصل رساله نعم سلوكيه للانسان تقيه الفتن خلال الاسبوع فهنا الرسالة التي تريد أن توصلها هذه القصة بأنه أيها الإنسان إن مكنك الله بأي نوع من أنواع التمكين سواء القوة أو المال أو العلم أو الجاه أو الوظيفة أو أي تمكين، عليك أن تستعمل هذا هذه القوة أو هذا المال أو العلم فيما ينفع البشرية فيما ينفع البشرية, البشرية لا أن تتسلط به على البشرية لأن يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك لا ليسلطك على البشرية نعم أعطاك لتسخر هذه الطاقات في خدمة عباده لأن الخلق عيال الله سبحانه وتعالى نعم الخلق الله عيال الله سبحانه وتعالى من يعتدي عليهم كأنه يعتدي على الله سبحانه لا إله إلا الله من يظلمهم كأنه يظلم الله سبحانه وتعالى ومن يكرمهم كأنه أكرم الله سبحانه وتعالى ف يعني كل انسان الان يعني آه هي صحيح ان القصه وردت في ملك يعني مو نعم نقول فقط اذا هي تتكلم عن الملوك نعم هو ملك لكن آه اي نوع من انواع التمكين مكنت ايها الانسان نعم عليك اولا ان لا تغتر بهذا التمكين لاني انه من الله سبحانه وتعالى ذكر الملك هذا على وجه التمثيل للحصر على التمثيل كانما التمثيل نعم وانما هو تمكين نعم والتمكين مستويات التمكين مستويات تاكيد يعني قد يكون على مستوى العالي كان يحكم بلد كامل نعم كان يكون وزيرا كان يكون مديرا عاما كان وهكذا يكون موظفا كان يكون عالما مستويات التمكين إيه متفاوتة كان يكون صانعا يصنع يعني الله عز مكنه من الصناعة مو يروح يصنع الأشياء اللي تهلك البشرية يعني كما الآن يعني يحدث يعني. نعم. فإذا الرسالة التي تريد أن توصلها هذه القصة أيها الإنسان عندما تمكن إياك أن تظلم من خلال التمكين الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى. هذه هي الرسالة بشكل عام. بشكل عام. نعم سنبقى إن شاء الله مع هذه الوقفات مع قصة ذي القرنين. بعد ان نذهب الى فاصل قصير. احبتي المشاهدين الكرام فاصل ونواصل الحديث معكم فابقوا معنا على بركه الله. نجدد الترحاب بكم احبتي المشاهدين الكرام ووقفاتنا وتاملاتنا من قبل فضيلة الشيخ العلامة الدكتور داود السبعاوي مع قصة ذي القرنين في سورة الكهف الكلام لكم والحديث الله. نشتاق لسماعه منكم بارك الله فيك يعني أيضا نستفيد من هذه القصة كيف أن ذي القرنين جاء ووقف في وجه الفساد إن يأجوج شكوله نعم يأجوج ومأجوج إن ومأجوج مفسدون مفسدون نعم في الارض فاذا ما وجدنا ان ذي القرنين يعني يجي يصير مع المفسدين ويعين المفسدين لا لا وانما وقف في وجه الفساد والافساد وهي رساله عامه وهي رساله عامه ليحمي مجتمعه من المفسدين وبالتالي يحقق الامان هذا وهذا واجب الممكن نعم واجب الممكن مهما كان مستواه مهما كان مستواه يعني الان انت موظف ياتونك مراجعين يعني نعم فهؤلاء أيضا أمانة في عنقك عليك أن تحميهم ممن يؤذيهم، علي أن نعم تستحصل حقوقهم, تستحصل حقوقهم أو ترد عليهم حقوقهم يعني أنت أصبحت رئيس قسم، أصبحت مدير عام، أصبحت وزيرا، يعني أنت مكنك الله سبحانه وتعالى لتحافظ على هذه الفئة التي مكنك الله سبحانه وتعالى منها وبهذا تحصل السلام المجتمعيه وهذا هو اللي الان العالم كله يحتاج الى هذا النموذج نعم ان الذين يتمكنون من رقاب الناس يعملوا على اصلاح حال الناس وحمايه الناس نعم لا ان ينشئوا لهم القلق وينشئوا لهم التهديد وينشئوا لهم الكذا لا وانما يحموهم من الفساد ويحموهم من الظلم وي ويعينوهم وكذلك بالطبع يعطوهم او ينشئ لهم حمايه دائمه ليس حمايه مؤقته بحيث يحس انه يعيش امنا آه مستقرا وبعزه وبكرامه نعم لا يعني كل فتره ممكن ان يكون مهددا لا وانما ينشئ له الامن والامان الدائم نعم ولهذا حتى قالوا يعني سواء في بالطبع في الامان او في الارزاق يعني حتى الممكنين نعم الواجب عليهم ان يهيئ يعني ان يحموا الانسان من الجوع ومن الحاجه وان يهيئوا له اسباب الرزق ولهذا يعني قالوا انه من اطعمته سمكه اشبعته يوما نعم ومن اعطيته شبكه اشبعته دهرا يعني مين؟ انت يعني تصنع له اسباب الامان الدائميه بحيث ينتج ويعمل ويعيش في امان وهو يكون منتجا ولهذا انظر يعني جعلهم يعملون ما قال اقعدوا انتم مكانكم واني اعمل السد لا اعينوني اعينوني بقوه فاذا ممكن يعني الان مثلا الممكن من الناس او الذي يحكم الناس ممكن يقول الناس اجلسوا في بيوتكم وهذا مبلغ من المال هل هذا هذه إدارة صحيحة؟ ليس إدارة صحيحة وإنما الصحيح أن أن توجد عمل للإنسان إدارة الموارد البشرية، آه الموارد الاقتصادية سوف يأخذ المال بعزة وكرامة نعم وهذا أيضا من واجب الحاكم يعني من نعم واجب الحاكم الصالح أن يوجد عمل للإنسان وحتى الإنسان يأخذ هذا المال بعزة وكرامة جميل، إذا هذه هي يعني الرسائل العامة أو الأهداف العامة التي تريد هذه القصه ان توصلها الى الناس جميعا شيخنا الكريم كيف حصل ذو القرنين على هذه القوه نعم لا شك ان ذو القرنين بشر والبشر كله ضعيف نعم. مهما كان ومهما خلق الانسان ضعيفه ملك وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله, الله. وهذه ماكم مستثنى من عنده يعني ينبغي علينا ان نتذكر دائما اعزائي المشاهدين بانه هذه الايه ما فيها استثناء، خلق الانسان ضعيفا، ماكو يعني ما فيها استثناء ما فيها لا استثناء لا كبير لا صغير هذا الحكم جاري على جميع البشر على الجميع، ولا ضعيف ولا قوي الكل ضعيف، وايضا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، ايضا ما فيها استثناء، ولهذا صدرت القصه انا مكنا له في الارض صدرت القصه في البدايه حتى الانسان ما يغري يقول هذا قوي وهذا كذا لا اخي الكريم الممكن له هو الله سبحانه وتعالى اولا واخرا اولا واخرا يعني جزم القصه من البدايه ولهذا عندما انت تمكن او ترى اي ممكن اي ممكن في الكون نعم ممكن بمال بقوه بسلطه يعني شهره بتمكين الممكن هو الله سبحانه وتعالى. آمنت بالله. الانسان بقدراته ضعيف، الانسان بقدراته ضعيف، فصدر القصه انا مكنا له، فعلى الانسان ولهذا عندما نرى انسانا قويا لا نرتبط بهذا الانسان وانما نرتبط بالذي قواه. لا اله الا الله. فعندما يعني تستقر هذه الحقيقه في انفسنا لا نغتر باحد وانما جاءتنا رساله من خلال قصه ذي القرنين بان الذي مكنه انما هو الله فعلينا ان الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وهذا يعني السؤال الذي يخطر الان في ذهني يعني ما الواجب الان مكنه الله تعالى وتحقق التمكين. ما الواجب على من مكنه الله تعالى؟ الواجب على من مكنه الله ان يستعمل ما مكن فيه من قدرات من اموال من قوه ان يستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى واذا كان ممكنا خير ما يرضي الله تعالى به هي خدمه عباده خير ما يرضي الله تعالى به خدمه العباد الله خدمه العباد عظيمه جميل خدمه العباد عظيمه <applause> الوقوف الى جانب الناس المنكسرين والمحتاجين والضعفاء والذين استولاه الله عز وجل عليهم امانه كبرى امانه كبرى فاذا وقف الى جانبهم وداوى مريضهم وجبر كسيرهم واعان فقيرهم ورد المظالم الى اهلها واقام العدل بين الناس هذا يعني فعله عباده لله سبحانه حصل وتعالى. حصل الخيريه التي اشار لها النبي نعم صلى الله عليه وسلم، خير الناس من نفع الناس. نعم خير الناس من لان الدين اخي الكريم هو عباره عن الله اتصالين، اتصال بالخالق واتصال نعم بالمخلوق. اتصال بالخالق واتصال آه بالمخلوق. اتصال بالخالق خضوعا وعبوديه ومنهجيه بالخالق. شيخنا وكلا الاتصالين يعني قد ضبطا في الشريعه الاسلاميه. نعم نعم. الاتصال الاول يضبط الاتصال الثاني. يعني هو جميل ال ال الدين هو اتصال بالخالق ينشأ منه اتصال منضبط بالمخلوق. يعني عملية تسلسلية وليست منفصلة. لا لا ما منفصلة، وإنما أن أن, أن ترتبط بالخالق وتأخذ منه توجيهات كيف تنفع خلق الله سبحانه وتعالى. وبهذا من أحسن اتصاله بالخالق أحسن اتصاله بالمخلوق. بالمخلوق ولهذا يعني شوف الذي يتصل بالمخلوق خدمة شوف في الحديث يا عبدي مرضت فلم تعذني فيقول رب العزة فيقول العبد يا ربي كيف تمرض وأنت يعني رب السماء؟ نعم فقال أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولو عدته لوجدتني عنده الله آه فإذا الذي يعود مريض أو يداوي مريض أو يقف إلى جانب منكسر أو تفريج كربة إيه هذا هو واجب الممكن مو واجب الممكن أن يمص دماء الناس نعم ليس يسرق أقواتهم أي يسرق أقواتهم أو يمص دماءهم أشنو الله هو الله عز وجل جعله في منصب أو الله عز وجل جعله ممكن من الناس أو جعله يعني مكنه هذا القلم ويوقع وبيده أرزاق الناس وبيده حرية الناس وبيده كذا فيستعمل هذا فيما يظلم عباد الله سبحانه وتعالى الإنسان بنيان الله في الأرض الإنسان بنيان الله, بنيان الله في الأرض فمن ظلم الإنسان ظلم الله سبحانه وتعالى <applause> ومن اعتدى على الانسان اعتدى على الله سبحانه وتعالى، فهي رساله لكل ممكن صغيرا ام كبيرا عليه ان يرعى خلق الله سبحانه وتعالى، لان الله تعالى يحب خلقه، والخلق عند الله خاصه الانسان على وجه الخصوص اكرم على الله من الكعبه. اكرم على الله من الكعبه هذا الانسان. فالاعتداء عليه أو تجويعه أو ظلمه أو عدم العدل معه هذا كله من الجرائم التي تخت... التي الآن في الأرض يغضب لها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله شيخنا الكرام الكريم عفوا ما هي الصفات ال... يعني البارزة في ذي القرنين بالطبع يعني ذي القرنين من الصفات البارزة فيه أنه اختلف عن الآخرين برد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو التواضع الانسان اذا عرف نفسه وقدراتها وعرف ربه وعظمته فهنا سوف يعيد كل قوه فيه الى الله سبحانه وتعالى قال هذا رحمه من ربي نعم. يختلف عن غيره من الطغاة والظالمين كقارون قال انما اوتيت على علم عندي على علم عندي هذه من عندي والان و... هذه الكلمه ودغوتي. كثيرون يقولونها نعم لكن من غير دراية من يقول والله أنا جمعت هذا المال بتعبي الآن هذه موجودة بين الناس لكن من غير دراية ولا قصد ربما يعني ما منتبه لهذه المسألة نعم ما منتبه لهذه المسألة نعم والله هذا المال جمعته بتعبي وهذا بسهري وهذا بكذا وهذا وينسى ان المتفضل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. مطرنا بفضل فلان. لكن لا مطرنا بفضل مطرنا الله ورحمته. يعني شوف حتى المطر يرجعونه الى النوء والى الانواء او كذا. نعم بينما كل حركه في الكون وكل سكن في الكون انما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. فالعارف بنفسه وبقدراته وانه ضعيف. وعارف بربه وعظمته سوف لا يعيد كل فضل من الافضال الى نفسه ابدا ولهذا لقننا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ذكرا من الاذكار وجعله غرسا من غراس الجنه وحثنا ان نلزم قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله ومعنى لا حول ولا قوه الا بالله اي انا اتبرأ من كل قوه والجا الى قوه الله سبحانه وتعالى فهي, فهي اعلان من التبرؤ من كل حول وقوه فالانسان اذا ادرك انه لا قوه له تحميه ولا يعني علم ولا مال ولا شيء هو الذي ينجيه انما هو يعيش بقوه الله وبعظمه الله وبرعايه الله وبفضل الله هذا الانسان هو الذي عرف الحقيقه وهذا هو الذي يستقيم وهذا الذي تستقيم افعاله جميل شيخنا هل يعني الان فاعينوني بقوه قال ما مكنني فيه ربي خير الان يعني يلمح امامي سؤال ما حكم اخذ الاجره على العمل لا شك الاجره مشروعه نعم مشروعه نعم والله سبحانه وتعالى ذكرها في القران الكريم ان خير من استاجرت القوي الامين فالاجره موجوده لكن الذين راوا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم نعم وادركوا نعمه الله عز وجل عليهم هؤلاء يحبوا أن يتقربوا إلى الله أكثر بأفعالهم ليجدوا اللذة والطعم مع الله سبحانه وتعالى لأن هذه حالة خاصة حالة خاصة فتتعالى عندهم لذة العمل نعم العمل المجاني تتعالى لذتها على المبلغ المالي الذي يأخذونه فهي أجرة معنوية نعم ولهذا بعض العلماء قال يا ايها الانسان اياك ان تفضل درهما حسيا على درهم معنوي كيف نفهم هذا القول اياك ان تفضل درهما حسيا يعني الذي نتعامل به كما الان يعني الان يعني الكثير يغفل عن هذه الحقيقه فلا يهتم في مساله العمل الحسبه او العمل المجاني او العمل مع الله سبحانه وتعالى يقول انا اعمل اعطيني فلوس انا اريد مبلغ انا اريد جيبي يكون مليان هذا اللي يهمني نعم بينما ال الذي يعلم كم انه يحتاج الى البركه كم انه يحتاج الى فضل الله عز وجل كم يحتاج الى رضا الله انا لست فقط احتاج الى ان يكون هنالك مال في جيبي نعم آه المال ما يعمل كل شيء خلي تروح الصحه اموال الدنيا كلها ما ترجح و يعني ها هنا شيخنا الكريم ايضا ليس الدعوه الى يعني التزهيد لا من طلب المال لا, لا هو كما قلنا في البدايه عمليه متوازنه بأنه العمل والاجر شيء موجود لكن الذين يحسون ببركه الله عز وجل ويحسون بافضال الله عز وجل عليهم ويعني الله سبحانه وتعالى يقدرهم على حياتهم الدنيوية يبدأ يريد أن يعمل مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ يبحث عن البركة يقول مثلا أنا لابد يكون عندي عمل خفي بيني وبين الله عز وجل أساعد الفقير الفلاني أساعد الفقير الفلاني وبالطبع سيرى نتيجتها في دنياه وآخرته يرى النتيجه في إيه الدنيا معم والاخره معم يراها يعني داووا مرضاكم بالصدقه نعم الانسان كذلك الله سبحانه وتعالى يبارك لك في ارزاقك فاذا الانسان لا يتمتع بالمال بكثرته فقط وانما ببركته البركة ربما اذا نزعت البركه من المال ربما يكون مصدر شقاء على الانسان ولهذا ورد في الاثر لا تسل الزياده في الرزق ولكن سل الله البركه شفت البركه يعني اهم شيء البركه ليس فقط المال ان نزعت منه الرحمه فلا فائده فيه يعني حتى الصحه إن اذا نزعت منها البركه والرحمه فقد تجعل صاحبها يعتدي على الناس و يضرهم وياخذ خاوات منهم او كذا اذا المال ليس كل شيء ليس كل شيء ولا الصحه كل شيء ولهذا الذين ادركوا هذه الحقيقه لم يحرصوا كثيرا على الاجر الحسي بل بحثوا عن الاجر المعنوي نعم لانهم عرفوا ان المال ليس هو كل شيء كما يعني كثير من الناس يقول أهم شيء المال اهم شيء يكون عندي مال لا ليس هذا سنعود الى هذه الملامح اللطيفه في هذه القصه الكريمه بعد أن نذهب إلى فاصل قصير فاسمح لنا شيخنا الكريم. أحبتي المشاهدين الكرام الحديث معكم متواصل بعد أن نذهب إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى فابقوا معنا. نجدد الترحاب بكم أحبتي المشاهدين الكرام. ومع قصة ذي القرنين التي يرشدنا إلى ملامحها والعبر والعظات فيها فضيلة شيخنا العلامة الدكتور داود السبعاوي حياكم الله مرة أخرى آه شيخنا الكريم شيخ الكريم هل أن يأجوج ومأجوج يعني حقيقة هذه الحالة هل هي موجودة في كل زمن أنها أم أنها حالة خاصة انتهت بقضية السد و يعني بناء هذا السد، هل هي حالة متداولة؟ هل هي حالة موجودة؟ ان نشعر بها في ازماننا؟ لا شك ان قصص القرآن الكريم اريد به العبرة. نعم فيأجوج وماجوج هم نموذج للناس المفسدين في المجتمعات. في كل مجتمع ممكن يوجد هؤلاء. اذا هم نموذج نموذج مع فارق الصفات والتفاصيل والأزمنة والأمكنة في كل زمن ممكن توجد مثل هذه المجموعه تغير على الناس وتؤذي الناس وتاخذ اموالهم وتقتلهم في كل زمن يعني ممكن يؤذون الناس في ارواحهم وفي دمائهم وممكن ان يؤذوا الناس في اموالهم فهذه كل جماعه يعني تكون على هذه الصفه ممكن انه هي ياجوج وماجوج هو مثال لهؤلاء الناس وبالتالي هذه القصه تريد ان تعطي يعني منهجيه للممكنين في كيفيه التعامل مع المفسدين في الارض نعم سواء هذا الافساد افساد مالي سواء هذا الافساد افساد ارواح او افساد اخلاق او اي اي نوع من الفساد ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض وهنا ايضا يعني التعميم في القران جاء حتى يشمل كل فساد نعم كل فساد، فإذا ممكن ان توجد جماعات مفسده في كل زمان ومكان، فعلى الممكنين ان ياتوا لا ليغذوا هذه الجماعات. نعم وانما ليحموا المجتمعات منها، وهذا النموذج الذي الله سبحانه وتعالى ذكره لنا كيف انه حفظ مجتمعه وحفظ امته وبلده من هذه الجماعات المفسده التي تغير على الناس وتؤذي الناس وتهدد امن الناس في اموالهم وفي بيوتهم وفي دمائهم وفي اعراضهم. جميل شيخنا الكريم يعني الان بعد ان مكنه الله تعالى واتاه اسباب القوه بالطبع ربما هو غير محتاج لغيره لكن الايه والقصه اشارت الى قول فاعينوني بقوه. اتوني زبر الحديد قال انفخوا يعني ما الوجه المراد من هذه العمليه التشاركيه؟ نعم ها الوجه هو ارشاد للذين يحكمون الناس او يمكنون من رقاب الناس ان يفجروا طاقات المجتمع. نعم. والمجتمع فيه طاقات كثيره فيه طاقات فيه طاقات كثيره وان لا يبقوا الاعمال يعني بينهم لا يعرفها الناس ولا يعطوا سر هذه المهنه للناس وانما عليهم ان يشاركوا المجتمع ويفجروا طاقات المجتمع ويجعلوا المجتمع ايجابي عامل لا يعيش على فتات الاخرين نعم لا يعيش على فتات الاخرين وانما شغلهم وهذا من منتجه واجب لا مستهلكه اي منتجه ام منتجه لا مستهلكه وهذا منهج صحيح سار عليه ذو القرنين. نعم. اذا فاعينوني بقوه، يعني اتوني زبر الحديد، انفخوا، هذه, هذه كلها ترشد الى ان يكون المجتمع مجتمعا متشاركا متعاونا لانتاج بيئه صالحه. شيخنا الكريم، ما الرساله التي يعني توجهونها من خلال هذه الحلقه الكريمه وهذا البرنامج وقناه الموصليه الفضائيه؟ ما الرساله التي توجهونها لمن مكنه الله تعالى، اتاه قوه، باستثمار طاقات الشباب، باستثمار المخزونات الموجودة عند الشباب، ما الرسالة التي يمكن أن تكون هي رسالة مجتمعية من خلال هذه القصة الكريمة. ممكن يعني الآن يعني خاصة في بلدنا والفقر الموجود والحاجة الموجودة والشباب العاطل الموجود، يعني هؤلاء لا يكفي أن أعطيه مالاً وأقول يعني لك في الشهر كذا مال مقطوع لا عمل ولا شيء، وإنما مثلاً إيجاد معامل، إيجاد شركات، إيجاد أي تجارة موجودة يفتحها المسؤولون. لرعيتهم ولأبنائهم لأن هؤلاء الرعية وأبناء لهم حق على المسؤول نعم لأن هم الذين انتخبوه وجاء عن طريقهم فهم لهم حق عليهم أن يوجدوا لهم حياة عزيزة نعم حياة عزيزة لأن الإنسان عندما يأكل بعمل يدي يكون عزيزاً نعم لا كمن تتفضل عليه تعطيه في الشهر مئة ألف لن يأخذ أحدكم حبله إيه هكذا يعني شجع النبي صلى الله عليه وسلم على العمل في العمل، وكذلك يعني آخر ما نستفيد من من هذه القصة يعني القرآن الكريم عندما فارق بين استطاعوا واستطاعوا، نعم أيضا هذه يعني نقف عندها إلى يعني أولا بالطبع الفرق بين استطاعوا واستطاعوا هو أنه زيادة المبنى تدل على زيادة, على زيادة المعنى، فما استطاعوا أن يظهروه. نعم يعني ان يصعدوا عليه لان صعوبه جدا هو املس نعم فما استطاعوا آآ آآ وما استطاعوا له نقبه, نقبة النقب اصعب لانه نعم هو عندما يكون جبل من الاسفل يكون عريض جدا نعم وهو حديد مع ايش؟ مع النحاس نعم ويعني في يعني العلم الحديث يذكر بانه اذا خلط النحاس مع الحديد يعني يعطي قوه وصلابه قويه نعم جدا جميل إيه فاذا عندما كان النقب اصعب من الصعود هنا جاءت استطاعوا نعم والصعود جاءت استطاعه نعم فاذا زياده المبنى تدل على زياده, زيادة المعنى, المعنى وايضا تدلنا هذه المساله الى انه كيف اتقن عمله يعني بحيث جاء بنتيجه نعم يعني بنى سد جاء بنتيجه فما استطاعوا ان يعبروه نعم وهذه ايضا رساله لكل من يعمل في مجتمعنا من المقاولين من الذين ياخذون الاعمال من الذين ينفذون التجاره من الذين ينفذون في البلد اي شيء أن يتقنوا أعمالهم يعني بحيث المال الذي أخذه أن يؤتى يؤتي يعني ثماره ثماره ونتيجه للمجتمع، نعم لا أن يبلط الشارع وبعد مثلا شهرين يتحفر الشارع. حتى على المستوى الشخصي البيوت, البيوت العمارات. أي أي عمل حتى العاملين أخي حتى أهل المهن. يعني أيضا رسالة إلى أهل المهن، نعم يعني إنسان كهربائي إنسان أبو مجاري إنسان لباخ الآخر، يعني أي مهنة، نعم فالإنسان عليه أن يكون متقنا لهذه المهنة، فإن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه, يتقنه فهذا دلاله على الاتقان فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبه اذا جاء بنتيجه فايضا هي درس لكل اصحاب المهن لكل الممكنين انهم اذا يعني كلفوا بعمل ان يتقنوا هذا العمل حتى تكون الاموال التي ياخذوها اموال حلال لان هذه الاموال التي ياخذها المقاول او ياخذها الذي يستورد الاموال للدوله من الخارج هذه سيطعمها لاولاده وبناته نعم. وعائلته فان لم تكن حلالا سوف تنبت يعني اولاده وعائلته من الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه يعني اولى النار اولى به نعم. يعني ايما جسد ايما جسد نبت من الحرام فالنار اولى به هذا من ناحيه الاخره نعم. ومن ناحيه الدنيا سوف تظهر الاثار ولهذا الان نعوذ بالله تشوف في مجتمعنا مثلا القطيعه البيوت تشكو من الداخل يقول لك ابني ما يسمع كلامي بنتي ما تسمع كلامي زوجتي ما طبعا اذا يوجد في مثل هذه الاشياء احنا ما متقنين عملنا انا موظف ما متقن عملي نعم فلان تاجر ما متقن عمله فلان مقاول ما متقن عمله وبالتالي احنا نطعمين اولادنا حرام بهذه الحاله فكيف نطعموا اولاد وننتظر من عندهم السمع وطاعه وبر الوالدين ما ممكن ما ممكن اذا تؤثر فهذه تؤثر تؤثر فاحنا الان احنا فقط ننظر الى النتائج اولادي ما يسمعون كلامي بناتي ما يسمعون كلامي يا ودرجع لي وراء للاسباب ها لسه البواعث فاطب مطعمك تكون مستجاب, تكون مستجاب الدعوه هو كثير هسه الان في المجتمعات ايش يقولون احنا ندعو ما يستجاب لنا يا ربما هذا ايضا هو سبب من الاسباب قدمنا زادا آه يعني فيه دخل فعندما يتعاون المجتمع على اكل لقمه الحلال ومن أكل لقمة الحلال أن نكون أعمالنا نتقن أعمالنا سواء أنا كنت صاحب مهنة سواء كنت مسؤولا سواء كنت مقاولا سواء كنت تاجرا فهذه قصة هي نبراس ومثال وهدف لكل إنسان أن يسير خلفه أحسن الله إليكم شيخنا الكريم في هذه الدقائق الأخيرة حقيقة ما الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال هذه الحلقات الاربع التي حقيقه ابديتم لنا فيها شيئا جميلا وعظيما، الان كانما الذي يقرا سوره الكهف سيقف مع هذه المعاني وهذه العبر وهذه العظات. في هذه الدقائق الاخيره يعني ما الرساله التي اردتم ايصالها من خلال هذه القصص الاربع في سوره الكهف. ما تريد أن توصله سورة الكهف من رسائل الإنسان أيها الإنسان اعتصم بجناب الله عز وجل ولا تغرنك قوة الناس تمسك بالله ولهذا قالوا ماذا فقد من وجد الله ماذا فقد من وجد الله فإذا أنت وجدت الله أي وجدت الصلة بالله واتصلت بالله أنت على خير كثير كبير فلا تفضل صلة البشر على صلة الله عز وجل إياك أن تفضل تفعل شيئاً لترضي الناس وأنت تغضب الله سبحانه وتعالى هذه الأولى ثانياً أن المال ما كل شيء أن المال ليس هو كل شيء فلا تغتر به لأنه ما يدوم نعم. كما في صاحب الجنتين نعم. فالمال ما يدوم فإياك أن تغتر فيه فتتعالى على إخوانك وتتعالى على أصحابك وترى نفسك أفضل منهم وكذلك أنه الإنسان عليه أن يدرك بأنه لا يعلم حقائق الأشياء فإذا أدرك هذه المسألة أنه لا يعلم حقائق الأشياء ما راح يتأسف كثيرا على الأشياء اللي تروح من عنده مثلا خسر بتجارة وظيفة ما صارت دراسة ما صارت تشوف الإنسان مغتم كثيرا بينما عندما يدرك هذه الحقيقه وانه انت احيانا ترى خيرا في هذا المرء لكن ليس كل ما تراه خيرا هو حقيقه خير كما في قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام والاخيره انه عليك ايها الانسان ان تستعمل ما مكنت فيه من قوه ومال وسلطه ان تستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو المعطي وخير ما ترضي به الله أن تخدم خلق الله سبحانه وتعالى تداوي جراحهم تفرج كربتهم وإن لم تفعل ذلك فسترى نتيجة هذا دنيا وآخرة يعني هذه الرسالة الأخيرة مهم جدا نعم يعني نتائج الظلم ونتائج استعمال فضائل الله عز وجل فيما يغضب الله نتائجها دنيوية قبل أن تكون أخروية ما شاء الله يعني النتائج دنيويه اي ال الذي يظلم الناس وياخذ حقوقهم وياكل اموالهم سيرى نتيجتها في الدنيا قبل الاخره يعني سيرى نتيجتها في عائلته في زوجته في اولاده في صحته في راحه باله يراها في هذه الاشياء قبل الاخره نعم فإذا شقاء في الدنيا قبل شقاء الآخرة، لأن بعض الناس يقول لك يا بس عني آخذ وأجمع أموالي بالآخرة، الله كريم، لا لا هذا تصور غير صحيح، سترى شقاء هذا الظلم في الدنيا قبل الآخرة. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وبالمقابل من يحسن إلى الناس سيرى نتيجة حسناته في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا قبل الآخرة. إيه نعم، سعادة دنيوية قبل السعادة الأخرى، ولهذا قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وقالوا الغفلة جحيم معنوية في الدنيا تؤهل صاحبها لجحيم حسية في الآخرة، والمعرفة جنة معنوية في الدنيا تؤهل صاحبها لجنة حسية في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية وأن يدخلنا جنة الدنيا برضاه وجنة الآخرة بفضله ورحمته، شيخنا الكريم يعني اخر ما اود ان اسال جنابك الكريم عنه هو التذكير بسوره الكهف وقراءتها يوم الجمعه كيف يكون ذلك؟ لهذا إخواني رسالتي لنفسي أولا ولإخواني المشاهدين ثانيا الاهتمام بقراءة سورة الكهف والوقوف على هذه المعاني التي ذكرت للاستفادة منها يعني ما فقط نقرأ هكذا لا وإنما أن ننتفع من هذه القصص الموجودة حتى تقينا الفتن التي تعرض علينا في خلال الأسبوع فهي من انتفع منها وقي الفتن التي تواجهه في أيامه فبذلك من داوم على قراءة سورة الكهف وقاه الله فتن الدنيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى معافا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما, ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ بلدنا العراق وأن يحفظ دماء أمتنا وأن ينشئ يجعل السعادة في بلادنا وفي عوائلنا ولنا وللسامعين وجزاكم الله خيرا. آمين اللهم آمين بهذه الدعوات الطيبات المباركات نختم حلقة هذا اليوم وهذه السلسلة التي قضيناها مع جنابكم الكريم في سورة الكهف وتجلياتها ونفحاتها أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمكم وأن يمد في عمركم فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور داود صالح السبعاوي نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمكم ذخرا للإسلام والمسلمين كذا الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين الكرام لأن نلقاكم في حلقة قادمة إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته